السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله همشي معاكم خطوة بخطوة في التقديم في ميرش باي أمازون لحد ما نوصل للنهاية. إن شاء الله هنتكلم على الرسالة، على يعني هي بيكون باي لك القبول في ميرش، بس احنا هناخد كل العناصر اللي قدرنا نجمعها في حتة القبول، يعني على قد ما نقدر بإذن الله. هنبدأ مع بعض. أول حاجة نفتح ميرش باي أمازون. ماشي، ظهر معانا ميرش باي امازون، نختاره. برضو يا جماعه اللي ما يعرفش ميرش باي امازون ده جزء من موقع امازون. باختصار انت بتعمل ديزاين بتنزله على صوره تيشيرت، بيجي الاشخاص الناس المستهلكين العاديين اللي هم امريكا بيختاروا التيشيرت بتاعك عجبهم بيشتروه. طبعا انت ليك نسبه على كل مبيعاتك من كل تيشيرت، يعني انت لو عملت تصميم واحد اتباع 100، انت كل واحد بيتباع بتاخد عليه، مش على التصميم بس، انت بتتاخد على كل تيشيرت بيتباع. هندخل ريكوست، انا مش هطول عليكم، هدخل على طول. تمام، انا هتظهر معانا الصفحه دي كده بالظبط اول ما انت تدخل، عشان انت اول مره بتسجل فهتعمل كرييت، انت لسه بتعمل ايميل جديد. هيطلب منك يور نيم، الاسم بتاعك اسلام، الايميل بتاعك تمام، ياهو او جيميل اللي يريحك، مش هيفرق يعني. الباسورد، مش لازم باسورد الايميل، يعني باسورد اللي هو انت هتدخل ان شاء الله بيه بعد كده. تمام، وهندوس كريت. تمام، المفروض هو هيبعت لك كده، هو بيقول لك ان انا بعت لك على الايميل بتاعك عشان ياكد ان الايميل بتاعك هو ده فعلا ولا لا، بعت لك رقم. فانت بتدخل على الايميل بتاعك، مفترض بيكون وصل للرقم، لسه ما وصلش. وصل، تمام، بيقول لك امازون، ادي الرقم، الرقم ده هناخده كوبي وهنحطه هنا بسط. تمام كده يا جماعه، هيظهر لك هنا، هيقول لك الاختيار ده جديد، ما كانش في الاول في امازون في 2018، فاحنا ان شاء الله برضو هنشرحه. بيقول لك عايز حد يتصل بيك كفويس ولا عايز تكست مسج. طبعا احنا هنختار تكست مسج، وعايز يحط اسم الكونتري بتاعك، البلد بتاعك ايه، فان احنا نختار مصر. مصر، تمام. هتحط رقم الموبايل بتاعك، هيتبعت لك رسالة على الموبايل ده، فلازم يكون الموبايل موجود معاك. ماشي، سنت، المفروض في كود يا جماعة هيوصل لكم. تمام، على الموبايل وصل الكود، ندخل الكود. تمام، اوكي، انا همشي معاكم باذن الله خطوه بخطوه. احنا كده بدانا خلاص ندخل على ميرش، هندوس اجري. هنا بيقول لك الحقوق بتاعتك، طبعا المفروض تقراها بس احنا ان شاء الله نختصرها بعد كده. هندوس اجري، احنا موافقين عليها. تمام، هتبدا تعمل معاهم زي انترفيو، يعني هياخد كل المعلومات منك. فهنقول بيجن، ان شاء الله هنبدا مع بعض. بيجن، بسم الله. ده الشكل، المفروض الخطوات دي هنمشيها خطوه خطوه. هنبدا اول حاجه البلد بتاعتك، هتحط ايجيبت لو انت من مصر، لو من غير مصر هتحط البلد بتاعتك. تمام، هيبدا بيقول لك الاسم بتاعك اسلام، تاني العنوان عايز تحط، طبعا كل واحد بيحط المحافظه بتاعته، هي كده كده انت ممكن تحطهم كلهم نفس المحافظه. انا من سوهاج مثلا، سوهاج، سوهاج سيتي، سوهاج. البوستال كود ده يا جماعه اللي هو الرقم البريدي للمحافظه بتاعتك، طبعا اغلبنا ما يحفظوش، اللي مش عارفه هيدخل مثلا يكتب كود بريد. تمام، هي هيظهر له ادي البريد كله هنا ظهر. فاللي ما يعرفوش انا هاخد طبعا الرئيسي اللي هو ده،
انا بس حبيت اوضح عشان في ناس كتير بتقف عند الجزئية دي. موضوع بسيط تمام. رقم الموبايل هتتعامل بيه. احنا بعتنا قبل كده في الاول في التسجيل حطينا رقم موبايل، يا ريت نحط نفس رقم الموبايل تمام عشان ما يحصلش بس لخبطه. انت حطيت انهي موبايل؟ فخليك في نفس الرقم بتاع الموبايل اللي سجلت بيه. ماشي. الايميل اللي برضو سجلت بيه بيطلب منك هنا الايميل انت سجلت بيه اللي هو احنا وصلنا عليه الرساله، فبرضو هناخد نفس الايميل عشان ما يحصلش لخبطه وتحط اكتر من ايميل وتتلخبط. هناخده وننزله برضو تمام. تمام احنا لحد هنا الموضوع بسيط. هندخل في الموضوع اللي اغلب الناس بتكون مشكله بالنسبه لها، البنك. بص يا جماعه عشان برضو نكون واضحين، في حاجه بتتعمل اسمها البايونير. طبعا انا هشرح طريقه التقديم للبايونير والموافقه بيكون خلال كام يوم، وكل الكلام ده انا هوضحه باذن الله في فيديو تاني. بس النهارده انا هدخل على طول على يعني الشرح معلش، فهضطر ادخل على طول على البايونير، اطلع منها الداتا، هبين لكم الداتا هاخدها ايه، وبعدين ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي تقدم في البايونير دي باذن الله. ندخل كده على بايونير مع بعض. برضو يعني لازم نعرف احنا ان المرش بيكون القبول فيه صعب جدا طبعا عشان بيكون ضغط رهيب في التقديمات، لان احنا المشكلة ان وصل لنا الثقافة دي متأخر، فكان خلاص هو اتشبع بال تمام. استلام دوس جلوبال. انا البايونير ده عامله جديد تمام. هيختار لك كذا حساب، انت تختار الحساب اللي هتشترك بيه. طبعا هو دايما بيكون حساب الالماني يعني عشان برضو يكون واضحين، الحساب الامريكي مش يعني بفضل الحساب الالماني في مرش، بيكون اسهل في القبول باذن الله يعني تمام. هنرجع هنا مرش، هنختار جيرمان عشان انت الحساب بتاعك الماني. جيرماني هيفتح لك البنود، ما هي الا انك انت بتاخد من الحساب بتاعك اللي هنا، تاخد كوبي باست مش اكتر، اسم البنك كذا كذا، انت هتاخد من هنا لهنا بس مش هتعمل اي حاجه تاني. فاسم البنك هتاخده كوبي، ترجع لحسابك تاني هنا نيم اوف بنك. ماشي. عندك هنا اكونت هولدر نيم اسلام رفعت، ترجع هنا كوبي باست. موضوع بسيط جدا على فكره يا جماعه والله. ماشي. البيك نيم بتاعك هنا، حط البيك موديل كود تمام. انت يعتبر كده خلصت. دي كان يعتبر اصعب خطوه بتقابل الناس في الموضوع ده، والناس بيحصل فيها لخبطه كتير. هتدوس ادت، هيدخلك على الخطوه اللي وراها. تمام كده خلاص، احنا خلاص حطينا وخلاص اتقبل الحساب البنكي بتاعنا، واصبح ده الحساب البنكي اللي هتحول عليه الرصيد بتاعك او الارباح باذن الله بتاعتك. دوس سيف اند كونتينيو. تمام احنا كده خلاص خلصنا الخطوات دي كلها، فاضل معانا حاجه واحده بس اللي هو التاكس اللي هو الضرايب. انا هبين لكم الخطوات مباشره عشان ما اطولش عليكم. طبعا في منا معاه رقم ضريبي، انا النهارده هعمل للعاميه وللاغلبيه اللي هم مش معاهم ارقام ضريبيه، فانا هقدم ان انا مش معايا رقم ضريبي تمام. فالاختيارات هتكون بالنص زي ما انا هختارها كده تمام. سيفها زي ما هي، دوس نو. تاني اختيار دوس نو تمام. زي ما انا بعمل بالظبط كده، انت اعمل هنا هتختار الايجيبت تمام. طبعا اللي من مصر من بره مصر يختار البلد بتاعته. هنا بيسألك انت معاك حساب اللي هو ضرايب امريكي ولا لا، احنا برضو هنشيل العلامة دي احنا مش معانا، وهنختار الاختيار الاول continue. هو كده هيخصم منك 30% من ارباحك.
انت كده خلصت، وبيقول لك انك انت كده خلصت كل خلاص البيانات بتاعتك، حطيت البنك وكتبت البيانات، ولازم تمضي في الاخر على ده العقد اللي بينك وبينه، سلام سيف اند بريفيو. كده احنا يا جماعة خلصنا، ادي ده الاختصار لكل حاجة حصلت وكل الخطوات اللي حصلت. تمام، حاططها لك في صورة زي عقد كده. تمام، احنا كده خلصنا الخطوة الأصعب، قدمنا يعتبر، جينا لأهم خطوة. احنا خلصنا كده عشان نبص بصة عامة، كتبنا البيانات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، تحت حطينا الخطوة التانية بتاعتنا البنك، وبعدين حطينا موضوع التاكس اللي هو الضريبة. كده احنا خلصنا كل حاجة، مفيش حاجة معانا تاني. تمام، سيبنا اللي عملناه وهندخل في آخر خطوة، أهم وأقوى وأصعب مرحلة، اللي هي بيعتمد عليها التقديم. ده بالنسبة لأغلبية الناس اللي بتقول إن التقديم بيعتمد على الخطوة دي اللي هي الرسالة. أنا هوضحها ليكم يا جماعة اللي أنا وصلت له من الرسالة. هو مبدئيا بيكون الاختيار برضو عشان للعلم، إن هو الأبديت، هو بيبعت لك مسج بيقول لك أهلا إسلام، وبعت لك إنك أنت قدمت وكده. بالنسبة للرسالة يا جماعة، أو أهم خطوة اللي هي الخطوة اللي احنا شايفينها دي، مش هطول فيها لأن أنا مقتنع إن القبول في مرش بيبقى بنسبة يعني أكتر من 80% باي لك. يعني أنا في ناس قابلتها كتبت رسالة عادية جدا وكانت أول مرة تقدم واتقبلت، وفي ناس قدمت كتير جدا كتير جدا، يعني عدد مرات رهيبة، وكل مرة بتعمل الرسالة حسب ما تم التوصية بيها. يعني كل مالي بتجيب واحد، أنا أعرف واحد جاب واحد متخصص في اللغة الإنجليزية عشان يكتب الرسالة بطريقة معينة وبرضه تم رفضه. فأنا مقتنع خالص إن الموضوع بيبقى باي لك بصراحة. فيعني هو بيكون في ناس كتير أثناء ما هي بتنزل بيكون في مخالفات، فطبعا أمازون مفيش حاجة اسمها يسامح، اللي بيعمل مخالفة على طول بيتلغي الأكونت بتاعه، فهو بينزل مكانه حد جديد، فبيبقى باي لك. يعني هو القبول في أمازون بيظهر يا جماعة يوم الأربعاء، يعني انت لو قدمت مثلا يوم السبت اليوم الاربع بيظهر، لو قدمت يوم الجمعه يوم الاربع بيظهر، سواء بالموافقه او بالرفض. احنا كده خلصنا الخطوات الاولى، انا وضحت عموما كل حاجه. هنيجي نختار هنا الاختيار الاول او اللي انت عايزه هنا، يعني سمول بزنس افضل. هنكتب الاسم بتاعك. هنيجي لاهم خطوه الرساله. احنا يا جماعه في الاول لما حطينا البيانات حطينا الاسم، حطينا كل حاجه، كل الداتا بتاعتنا، فالموضوع ده منتهي، يعني مش هنحطه تاني. هنبدأ نحط رسالة مقنعة، يعني بمعنى ان انا اعمل في مجال التصميم من 7 سنين. طبعا هو معروف العمر بتاعك مثلا 35 عام، فهتبقى مقبول ان انت بعد ما تخرجت، لكن مش هينفع اقول انا عمري 20 سنة واعمل في مجال التصميم من 10 سنين، طبعا الموضوع مش هيتقبل طبيعي يعني. فاحنا طبعا الناس كتير مش هتعرف تكتب الرسالة بصورة احترافية باللغة الانجليزية، فاحنا بسهولة جدا ندخل على جوجل نجيب ترجمة. تمام، ده للناس كلها يا جماعة. هنبدأ نحط زي عناصر، يعني نبدأ جزء جزء. هو مبدئيا انت، في ناس كتير لاحظت ان هو كاتب لك هنا بليز تيل اس مور اباوت يور سيلف، عن نفسك وعن تصميماتك وخلفيات بتاعتك عن مجال التصميم وانت هتدي ايه الامازون. فاحنا هنجاوب على سؤاله ده. يعني احنا الاول انا عمري 2 نكتبها احسن، 32 عام. تمام، هنكتب نظام بنود، ده الاول خطوة نوضح له. تمام، حط طبعا ياريت نلتزم بقواعد اللغة بالذات لان هم بيركزوا جدا في الرسالة. اعمل بمجال التصميم منذ 10 اعوام، برضو نحطها بصورة منسقة. تمام، أتمنى أن أتشارك
معاكم بخبراتي بخبراتي مثلا تشرفنا ان اشارك معكم بخبراتي في مجال التصميم التصميم والتسويق التسويق لكم رسالة بسيطة جدا ما فيهاش أي كلام كتير صريحة. احنا كده يعني زي ما انا قلت لحضراتكم برضو القبول بيكون بنسبة كبيرة جدا باي لك، بس احنا حطينا الرسالة الاحترافية اللي بيقولوا عليها ان احنا مش هنكتر في الكلام معاهم، انت خلاص هم عندهم خلفية انت مين بالظبط في الانترفيو اللي عملوه معاك في الاول، واحنا كده يعتبر خلصنا الرسالة. نيجي للخطوة اللي ورا الويب سايت يا جماعة. لو حد عنده ويب سايت، عنده انستجرام، عنده قناة على اليوتيوب، عنده اي حاجة بيكون فيها نسب مشاهدات كتير يا ريت يحطها، لان هما طبعا بيبقى امازون التركيز بتاعه على فكرة الاكبر على التسويق المنتج بتاعك، هو مش عايز حد يحط تصميم عنده خلاص، هو عايز حد يسوق لمنتجه عشان الارباح طبعا بتاعته. فانت لو عندك حطه، انا ما ينفعش احطه عشان انا عندي طبعا اكونت تاني فما ينفعش احطه هنا. نيجي اخر خطوة، هنكتب نفس الحروف اللي هو مديها لك. حروف مختلفة. الله عظيم. جي جي سي. تمام، احنا كده خلاص قدمنا. احنا نستنى ان شاء الله النهارده 20/8/2019 يوم الاربع باذن الله هيكون ظهر الرد بالرفض او بالقبول، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. ان شاء الله هنعمل فيديو تاني على البايونير عشان اوفر عليكم المجهود اللي ممكن تبحث ازاي تعمل، لان طبعا الاغلب المواضيع اللي بتبقى نازله مش مديه المعلومه كامله، فانا حبيت امشي معاكم خطوه بخطوه اوضح معاكم. هعمل لك بايونير ان شاء الله خلال الاسبوع ده، هيكون نازل فيديو عن البايونير وطريقه التقديم ليه عشان هي الخطوه اللي تسبق امازون. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. شكرا.